بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي طلبة دبلوم برمجيات وتكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق إلى الجانب العملي من الجافا لتطبيق تراكيب البيانات. وأول تركيب معنا لهذا اليوم هو عبارة عن اللينكد ليست، القوائم المرتبطة أحادية التوجه، السنجل لينكد ليست. طبعا محاور هذا اللقاء نتعرف كيفيه بناء السنجل لينكد ليست، القائمه المرتبطه، كيفيه اضافه عنصر بالطريقه التقليديه لتوضيح المفاهيم اكثر للمحاضره السابقه، اضافه عنصر باستخدام داله اللي هي اد ليست او اد، الاضافه في الهيد في المقدمه وطباعه العناصر. طبعا نرجع بنذكر انه احنا في عمليه الاضافه انه احنا بنبني نود جديده اسمها تمب. لو كان الاضافه بالهيد فبروح بشوف التمب دوت نيكست بخليه ياشر على الهيد، وبخلي الهيد ياشر على التمب دوت نيكست، هيك بنكون ضفنا في البدايه. بالنسبه للاضافه في النهايه او في التيل، انه انا بامشي بعمل بوينتر جديد اسمه لاست، بيبحث لي عن نهاية المصفوف القائمة، ونهاية القائمة تبقى عندي انه هو المؤشر الأخير بيأشر على نل، بأخلي المؤشر الأخير اللي اسمه نل بيأشر على الفيرست، على التمب قصدي، اللي هي موجودة هي عبارة عن اف، وبخلي اللي هو اف دوت نيكست يأشر على نل زي ما هو موجود. هيك بنكون ضفنا في التيم. نرجع لبعض المصطلحات. اهم شيء لازم يكون عندي هيد اللي هو بدايه او راس القائمه، بنعرف متغير نوع هيد من نوع نود. النود زي ما قلنا سابقا هو عباره عن كلاس، الكلاس هذا حطيته ستاتيك لان انا بدي استخدمه في ستاتيك ميثود، فانا كلهم ححطهم في نفس البرنامج بنفس الفايل. فعندي النود بنقسم الى داتا وايش ونكست، المؤشر على النود الثاني، الداتا نوعها انتجر والنكست نوعه ايش؟ نود. طبعا الكونستراكتور لهذه النود هو بياخذ انتجر داتا، وبنحط اول مره النكست بيساوي نال داله بنايه النود. نتجه للجافا باستخدام النت بينز. لو احنا شغلنا النت بينز بالشكل هذا، نبدا نيو بروجكت جافا with ant next. الابلكيشن تبعنا اسمه linked list او single linked list، لسنجل مفرده. finish، جواها بحط كلاس جديد بسميه linked ليست. في الباكج تبعتنا اللي هي سنجل لينكد ليست بنحط فينيش، هيك بيبقى هيئ لي الامور ان انا ابدا اكتب الكود بتاعي جوا النت بيز. بدايه بننشئ كلاس، طبعا الكلاس هذا ستاتيك، كنترول سبيس ستاتيك كلاس اسمه نود بيجين واند، جواته حاجتين، اول اشي انتجر تبعته اللي هي الداتا، ثانيا نود اللي هو النكست من نوع نود. هيك احنا بنكون انشأنا الكلاس بتبعنا. عشان الكلاس مرة ثانية بنحط له كونستراكتور، فبنقول نود بالشكل هذا كنترول سبيس، فبقول لك انه انا هعمل لك ايه كونستراكتور لمين؟ للنود. او احنا بنبدا نعمل كونستراكتور له نود. طبعا احنا ممكن نعمل هيك انتجر داتا، نعمل begin وend، انا البيجن واند بتاعه. هنا
لازم تكون الكونستراكتور جوا مين؟ جوا الكلاس، عشان هيك ما عرفهاش. نود سنجل ليتد ليست بيجن وانت، هنا بنقول ذس دوت داتا بتساوي الداتا اللي جاياك، وذس دوت نيكست بيساوي ايه؟ نل. هيك احنا انشأنا الكونستراكتور بتاع مين؟ نود كلاس. هاي البيجن وانت، نيجي لمين؟ فوق هنا نعرف النود اللي هو الهيد بتاعنا، اللي هو الرأس ايه؟ القائمة ايه؟ بتاعتنا. جوا الكلاس هذا خلصت، ها؟ برا هنا بروح ببدأ انه انا بدي اعرف المين ميثود. المين بكتب مين بالشكل هذا، بصير عندي ايه؟ ميثود اسمها مين، ببدأ اعرف عندي الليستة اللي انا محتاج اعملها. طبعا انا عندي ليستة، الليستة ايش نوعها؟ من نفس نوع سنجل لينكد ليست، بيساوي نيو نود نحط فيها الميل. طبعا لينكد ليست انا ممكن اخذ من نفس اللينكد ليست هنا كلاس هذا لينكد ليست، هاي ايه صار عندي بالشكل هذا. ايش الايرور اللي بيطلع؟ شين تاب تو ليست نود، ممكن احنا نستخدم هنا نود كلاس على طول ويبدا من ايش؟ من الليست. بنصير نقول له هنا اللي هو ممكن هنا الليست نسميها فيرست تساوي نيو نود، ونعرف كمان نود اسمها سكند تساوي نيو نود ال 200، ضفنا عنصر 200 في قلبها، ونود اسمها ثيرد تساوي نيو نود ال 300. هيك انا عرفت ثلاثة نود، لكن فعليا النود هذول مفصولين عن بعض، مش مربوطين في بعض. كيف اربطهم؟ بالشكل هذا. لو انا بدي اربطهم بالطريقة التقليدية بقول له first dot next بيساوي second، خليه اشر على الثاني، وsecond dot next بيساوي third، والثيرد دوت. طبعا الثيرد دوت نكست ما هي ثيرد دوت نكست ما هي بالاول ما هي معروفه انه ايش؟ احنا ما حطيناش في قلبها ايش، لانه لما بناها هو ثيرد اخذ الداتا وحطها ايش الثاني نل، لكن احنا ممكن ناكد عليها ونقول له ايش بيساوي نل، انه في الاخر بالشكل هذا. عشان نطبع الكلام الداتا اللي موجوده سيستم دوت برين، ايش نطبع هنا؟ طلع عليا، بنقول له ايه؟ first dot data system dot print. لقيت انا ممكن اطبعهم كلهم من الفيرست، كيف امشي عليهم واحده واحده؟ طلع لو انا قلت له first dot next dot data، كمان مرة لو أنا ربطت له كمان دوت نيكس، دوت نيكس دوت داتا، هيطبع لي إياهم بالشكل هذا 100 200 300. طبعا أنا لو أمسك واحدة لحد طلع أنا من خلال الفيرست قدرت أوصل لكلهم، لأنهم صاروا أنا ربطتهم عن طريق الطريقة اللي هي التقليديه، انه انا ربطت اللي هو الفيرست مع السكند او والسكند مع الثيرد، والثيرد حطيت في قلب بعض. طيب لو انا قلت له كده
لو انا بالاخر قلت له الهيد بيساوي الفيرست، طبعا الهيد من نوع نود، ما هو الهيد هذا جوا الكلاس هذا. لو انا قلت له الهيد من نوع نود وشلت هذا، وجيت قلت له انا سيستم دوت اوت دوت برنت لين الهيد دوت دات، طلع معايا الهيد دوت دات، بقولك حيطبع ايش؟ انا بنقول له الهيد، الهيد هذا ايه هيد ليست، وعملت رن للفايل الهيد ليست حيطبع لي مني. طيب لو انا مشيت عليهم فور لوب من خلال الهيد، طلع كيف نمشي فور لوب، نقول له واي الهيد دوت next not equal لا يساوي null، طول ما انت ما وصلتش null begin و end اطبع لي الهيد دوت داتا. طيب نعمل run، ليش تم واقف على المية؟ لانه هنا انا ما حركتوش، ما حركتش النكست. ممكن احنا نشيل هذه ونوقف الكلام هذا، نعمل رن كمان مرة للفايل، وقفناه، نعمل ايه ريبيلت له، وعملنا رن كمان مرة برضو على 100 لانه ما سواش نال. لكن لو انا حركت المؤشر قلت له الهيد دوت بيساوي، طلع كيف معايا؟ كيف احركه؟ بقول له الهيد بيساوي دوت نيكست، هيك مشيت انا المؤشر، مشيت المؤشر اللي بين. هيك علق معايا البرنامج، هيك وقف، وهيك احنا عملنا له رن كمان مره. ايش طبع؟ طبعهم 100 200 300 تمام؟ طبعا هنا انه انا مشيته لحديت ما وصل النال. نيجي نرسم الرسمه هذه ونشوف كيف عملناها. هاي الرسام، وهاي شكل، وهي اثنين، وهي ثلاثة. طبعا كان عندي هنا بالأول first، وسكن، وثيرد اللي الثالثة، كان كل واحدة بتنقسم لك اسمين بالشكل هذا تمام. الآن بالأولاني حطيت في قلبها 100، وبالثاني حطيت 200، وبالثالث يونت حطيت 300، وكانوا يا إخوان بالأول كلهم هذول إيه نل هنا تمام. والفيرست بأشر على هذه، والسكند بأشر على هذه، والثيرد بأشر على هذه. رحت انا ايش عملت؟ قلت لا احنا بدنا الفيرست دوت نيكست، هاي النيكست تبعه يأشر على مين؟ على السكند، هذا أشر على هذه، والسكند دوت نيكست بأشر على هذه على الثيرد. ورحت هذا برضه أكدت عليه وقلت له هذا بيساوي النقطة، رحت طبعته قلت له first dot data فطبع لي هذا، first dot next dot data حيطبع لي هذا،
يعني first dot data هاي first dot next dot data first dot next وين بوقف هذا first dot next هاي أو first هاي next حوقف هنا هاي first dot next dot data اللي هي هذا الدات dot data ايش حيديني؟ حيديني ال 200. طيب لو قلت له first dot next اهو dot next تعال هنا dot data حيطبع لي 300. انا رحت ايش استخدمت؟ قلت لا انا بدي اروح استخدم واحد ثاني اسمه الهيد. قلت له يا هيد اشر على مين؟ اللي باشر عليه الفيرست. واخذت وايل لوب طول ما الهيد بيسويش نل هذا بيسوي نل؟ لا اطبع البيانات. ليش حركته كمان مره؟ من هنا جبته هنا. هل هذا بيساوي نل؟ لا اطبع البيانات. بعدش حركته في الوايل كمان مره هنا قلت له هل هذا بيساوي نل؟ لا بقلب 300 اطبع البيانات. بيطلع وين؟ لما بصل عندي انه الهيد دوت نكست بيساوي نل. اتمنى تكون وضحت المعلومه. تمام. الان بدنا نعمل ميثود جديده بدل ما احنا نضيف بالشكل هذا نوقف هذا ونوقف كمان هذا كله. بدل ما نضيف بالشكل هذا بدنا نضيف عن طريق دالة. الدالة طبعا اسمها ايش؟ ما بترجع شيء void add بتاخذ integer data ولها ايه؟ begin وان. جواها بدي اعمل نيو نود. في عندي نود اسمها نيو نود تمام من نوع ايه؟ من نوع نود بيساوي نيو نود لمين؟ للداتا بتاعتي نود. هيك عملت نود جديده تمام. عشان اضيف بدي افحص وين بدنا نضيف في الهيد. اف الهيد بيساوي نل ابدا. طبعا هنا ايش الهيد؟ بدنا نروح نرجع المتغير تبعنا اللي اسمه هيد او نحطه برا هنا هيد نوت هيد وهنا ايه جوا عشان بدنا ديها وهذا نحطه ايش ستاتيك هذا ستاتيك وهذا ايه اف الهيد بيساوي نل ايش بدنا نسوي؟ الهيد بيساوي نيو نوت خليني أشر على النيو نود. else ايش بدنا نعمل؟ إذا كان عندي موجود هيد وبأشر. طبعا عشان اخلي النود الجديدة تنضاف في الهيد فأنا بدي أبدأ بالكلام هذا نيو نود دوت نكست بتساوي الهيد والهيد دوت نكست بتساوي نيو نود. خلصنا يعني هذيك بتأشر على وين بأشر الهيد والهيد صار يأشر على نيو نود. بالشكل هذا احنا ضفنا للنيو نود. نعمل الكلام هذا ونشوف كيف بده يتم. طبعا الان احنا تم عندنا عرفنا هذا ستاتيك هذا ستاتيك كلاس وهذه الداله الان بتاخذ داتا نود نيو نود وعرفنا كيف بنقسمهم. الان بدنا نضيف احنا بنقول ليست اللي هي الان ليست الموجوده عندي
لينكد ليست دوت اد، واحط له ايه المية، طبعا احنا ممكن نضيف 100 200 300 2000 3000 بالشكل هذا نضيف. لكن بدنا نطبعهم، كيف نطبعهم؟ فبنروح بنعرف دالة جديدة، طبعا هذا نقسم الشغل دالة جديدة، بنقول له برنت ليست public void، ما بترجع ليش اشي، برنت ليست begin و end، واقول له while الهيد زي ما قلنا توي not equal null begin، اطبع لي الهيد دوت داتا، الهيد دوت داتا، وما انساش ان انا اعمل ايش، احرك الهيد بساوي نمشي هيد دوت نكس عشان ايش ما يعلق زي المره اللي فاتت، وبقول له برنت ليست ليست ال ال ليست دوت برنت ليست، هيك انا بعمل برنت لمين؟ للعناصر تبعون الليست 3000 2000 1000. طبعا هو بطبعهم بشكل، لان انا بضيف وين؟ بضيف في الهيد، كانت 1000 اجت قدامها ال 2000 اجت قدامها اللي هو 3000. الان احنا بدنا نضيف عنصر في نهايه اللي هو القائمه. شويه ناخذ استراحه عشان نعمل الدالة اللي بتضيف في آخر القائمة، نكتب void يعني القائمة هذا الدالة هذا بترجعش إشي، نعمل اسمها add last، إيش بتاخد begin و end، تاخد not الهيد. اول اشي بعمل ايش للنود اللي انا بدي اعملها، ممكن انا ابعتها انا انتجر داتا، واقول له هنا نود جديده نيو نود بتساوي نيو نود للداتا اللي انت بعتها، بفحص سكان والله الهيد زي ما قلنا كيف الستارت تو، ايش بدنا نشوف؟ سكان الهيد بيساوي نل بيجن، الهيد بيساوي نيو نود اول مره إلس بيجن، قلت الـ new node dot next يساوي null، بحطه ايه بـ null void while، وهنا ايش بروح بعرف واحد جديد بقول له last، طبعا احنا مش محتاجين نكتب else هنا، ممكن نكتب else ممكن نكتبش ونوقف، طلع كيف هنا اذا كان عندك اذا كان ساوى null والهيد بيساوي نيو نود، ممكن اقول له انا ريتير ويطلع، وهنا بقول له انا واي بحط له لاست بيساوي، طبعا اذا كان ما طلعش من هنا حيخش على اللي وراه، اللاست بتساوي الهيد، واللاست نوعه من نوع نود، بقول له طول ما اللاست دوت نكست او طول ما اللاست دوت
next not equal null begin وين اللاست دوت نيكست ماشي اللاست بيساوي اسف لاست دوت نيكست مشي شويه للاخر كل مره بمشي عندما يخلص من هذه من الواي بيطلع منها بقول له انا هنا لاست دوت نيكست بيساوي نيو نوت اللي انا عرفتها ونيو نوت دوت نيكست يساوي يساوي نوت نيو نوت اي نجرب نعمل ايه ليست دوت اد لاست حط له 4000 ضاف ال 4000 في الاخر نحط كمان واحده عشان نتاكد 5000 ضاف ال 5000 في الاخر لاحظ الطباعه كانت نضيف 1000 2000 نضفنا 1000 2000 3 طبعهم بالعكس لانه كنا نضيف على الهيد لكن هنا كمل عليهم لانه بضيف على اللاست ضاف ورا ال 1000 4000 و5000 هيك احنا بنكون يعني تعرفنا انه كيف نبنيها الليستة منش كيف الكلاس بتكون كيف اتعاملت مع الهيد كيف طباعة العناصر اللي موجودة كيف ضفت بالاول كيف ضفت بالاخر يبقى عندنا الاضافة ما بين تو ما بين تو نود يعني مكان معين يعني انا بدي اضيف بعد نود معينة الآن نضرب مثال جديد ونشوف كيف بدنا نعمل عملية الإضافة ما بعد نود معينة. نفترض إنه عندنا الشكل هذا هاي نود وهي كمان نود وهي كمان نود. طبعاً هنا النودز هذولا فيهم كده وهذه بتأشر على هذه وهذه بتأشر على هذه في عند القيم اللي هي ايه قلنا 1000 او 100 200 300 هذه null وهنا ايه الهيد بتاعنا بيأشر على المطلوب مني ان انا بدي اعمل نيو نود هاي نيو نود وهذا حطيت في قلبها 150 وهنا هي نال هاي نيو نود لو انا بدي اضيفها هنا فأنا بدي أضيفها بعد الـ head.next فأنا بدي أروح أعرف حاجة اسمها previous أخليها تأشر على المكان اللي بدي أضيف وراه النود الجديدة يعني previous لو كانت وقفت هنا فأنا مفروض أخلي الـ previous تأشر خليك معايا تأشر على هذه اللي هنا التأشيرة تيجي هنا وخلي الـ new node.next تأشر على previous.next أعيد عند previous هو عبارة عن مؤشر متحرك بدي أضيف بعده يعني وين وقف previous بدي أضيف بعده فأنا قلت بالمثال إنه أنا بدي أضيف ورا الـ 100 فوقفت previous هنا وبعت الـ new node فالـ previous حيأشر على النيو نود هي أشر على البريفيوس وهذا ايه التغير
واخلي النيو نود دوت نيكست تاشر على المكان اللي بياشر على البريفيوس. نشوف الكلام هذا بالشكل العملي ان شاء الله بتوضح لنا. اول شيء public void add after بدي ابعت له نود اسمها previous، بدي ابعت له integer data تمام begin و end. اذا انا بعت له previous وبعت له الداتا، اول شيء بدي اتاكد انه بريفيوس ما فيش فيها نل، لانه لو كان فيها نل وين اضيف وراه، يعني ما فيش شيء اضيف وراه. فبقول له اف البريفيوس هذا بيساوي نل، اطبعنا رساله، الرساله بتقول cannot insert can't insert if the previous is null. ما بقدرش اضيف غير هيك. بدي ابدا اعمل نود جديده اسمها نيو نود. نيو نود ايش بتساوي؟ نيو نود للداتا اللي انت بعتها، والنيو نود هذه دوت نيكست تتأشر على وين؟ على بريفيوس دوت نيكست. طلع معايا هنا لو اجينا للرسام رسم النيو نود دوت نيكست بدها تأشر على بريفيوس. هاي البريفيوس واقف هنا اللي انا بعته، بدها تأشر لو انا بعته هنا بدها تأشر على النيكست بتاعه. هاي البريفيوس واقف هنا دوت نيكست حيأشر على اللي بعده. بدها نيجي هنا نيو نود دوت نيكست بيساوي بريفيوس دوت نيكست. طيب البريفيوس دوت نيكست ايش بيصير فيه؟ هنخليه يأشر على نيو نود. بسيطة جدا، نعمل insert after بدنا نضيف بعد الألف. بطلع عليا بقول له لي ال linked list insert after node الهيد دوت نيكست، مش هاد نود الهيد دوت نيكست، ضيف لي وراه 1500. وين المفروض هاي هيد دوت نيكست ضيف وراه ويطبع ونشوف كيف بده يطبع. طلع معايا 3000 2000 1500 1000 ضاف بعد الألف تمام. لكن في عملية الطباعة طبعهم بالعكس هو تمام، يعني أنا بضيف في وين؟ بضيف في التيل. هيك مظبوط عندنا الشغل. طيب إيه لو قلنا add last وشقلبناه، يعني هذه عزبت إنه أنت ما تخربطش ونضيف add last. هاي ألف هاي 1000 2000 هاي 3000 هاي 4000 at last هاي 5000. بدنا نضيف ال 1500 بعد الايه؟ بعد ال 1000. فبقول له دوت نيكست المفروض اضيفها بعد ال 1000، اطبعهم هاي 1000 2000 ضافها بعد ال 1500. لكن ايش؟ لو بعتنا له الهيد بضيفها بعد ال 1000 على طول بالشكل هذا. هي 1000 1500 هي 2000 دوت نيكست باللي بعده دوت نيكست باللي بعده تمام. واضح هذا؟ هيك احنا ضفنا بيانات ما بين تو نود. اتمنى انه تجربوا الكلام هذا، وان شاء الله بلقاكم في بث مباشر.